واول خبر معانا هو الابرز والاهم خلال الساعات القليله اللي فاتت، مباراه القمه اللي احنا كلنا كنا في انتظارها نشوف القمه رقم 119 ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وكانت في الجوله الرابعه. هذه القمه خلاص اصبحت مؤجله لاجل غير مسمى، ده اللي معانا في خبرنا الاول. فأعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك عبر بيان رسمي للاتحاد، وجه البيان على النحو التالي: فقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقرر إقامتها يوم السبت اللي جاي ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. ده البيان اللي تم إعلانه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم أو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الكرة على مدار السنة القادمة. الحقيقة منذ انطلاقة الموسم وكانت من أبرز وأهم الحاجات اللي احنا تابعناها من قرعة الدوري هو أن بعد طول انتظار بتعود مرة تانية مباراة الأهلي والزمالك لقرعة معتادة زيها زي أي ماتش تاني موجود في جدول دوري مصري ممتاز، وكنا سعداء جدا ان احنا هنتابع اللقاء في الجوله الرابعه، ولكن سعادتنا ما استمرتش، وده بسبب اعلان الجهات الامنيه ان هذا الميعاد مش افضل ميعاد لمتابعه في ماتش القمه من اي استاد. دي الحاجات اللي تم اعلانها في الساعات القليله اللي فاتت. على الصعيد الاخر طبعا كل اللي كان بيتابع هذه الاحداث على مدار الساعات اللي فاتت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الكل قلقان، هل دي ممكن تكون بدايه ان الدوري المصري ما يصبحش في انتظام اللي احنا كنا بنأمل ان احنا نشوفه موجود وسائد منذ انطلاقة الموسم؟ اللي بنرجع عليه مرة تانية برضو ان احنا بنأمل ان ما يكونش في اي نادي بيستغل ان تم تأجيل مباراة القمة ان هو كمان يكون بيطالب بتأجيلات لمبارياته. مفيش نادي هو اللي طلب تأجيل المباراة، فبالتالي الاتحاد هو مثلا اللي قرر التأجيل، التأجيل جاي من قبل الجهات الأمنية هي اللي قررت هذا القرار ان مباراة القمة مش هتلعب في الأسبوع الرابع وهيتم تأجيلها لأجل غير مسمى. أصداء أكيد تأجيل مباراة القمة هيكون مستمر، ولكن اللي بنأمله بقى من قبل الأندية ومن قبل مجالس الإدارة ان احنا ما نكونش بنشوف حد عايز يستغل هذا الموقف ويطلب كمان هو تأجيلات، لان احنا كل ما التأجيلات بتزيد وكل ما الحالات الاستثنائية بتزيد الدوري بيصبح مركب وفي ارتباك كبير جدا، ولسه اصلا احنا في أصداء ارتباك الموسم اللي فات والموسم اللي قبله لحد دلوقتي في بطولة لسه سوبر مصر لسه ما اتلعبتش، عندنا مباريات كتيرة لسه متداخلة في بعضها، واصلا الموسم اوريدي مليان مباريات إفريقية وتوقفات دولية كتيرة وتصفيات لمنتخبنا الأول لكرة القدم، فإن شاء الله نخرج من هذا اللقاء من دون أي خسائر أخرى غير إن احنا مجرد أجلنا مباراة القمة لأجل غير مسمى، تكون دي بس الخسارة الوحيدة، ولكن ما تكونش في أي نادي آخر بيسعى إن الموضوع يكون بيستمر أو إن هو كمان يلحق بيه بقى بعض الحالات الاستثنائية من تأجيل المباريات وهو كمان. المباراة خلاص مش هنتابعها في هذا الميعاد للأسف، كل الناس كانت الصراحة على استعداد كبير جدا، حتى الأندية كمان اللي كانت بتأمل ان هي تشوف هذا اللقاء، الجهازين الفنيين كانوا بيسعوا سعي كبير جدا وبيستعدوا اوريدي فعلا سواء ميتشو او فايلر لهذا اللقاء، ولكن اصبحت في الامور امور مختلفه ولم نعد نرى هذه المباراه في موعدها.